ناقشني ذات مرة ملحد، هل تحب أن أتفضل فقط قصة يعني لأقول لك أنا الآن في عصر التكنولوجيا الرقمية. أحد الملحدين أرسل لي اعتراضا على سورة الكهف، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قرأ على مواقع الملحدين، هل يعقل أن أناسا ينامون 309 سنوات ويستيقظون؟ سبحان الله، قلت لابد أن يكون هناك معجزة وراء هذا الرقم. وبدأت بتأمل القصة. يقول تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا. انتهت القصة، انظر لبثوا نهاية القصة. رجعت إلى بداية القصة ووجدت نفس الكلمة تتكرر، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. انظر، نحن نقص عليك نبأهم. أصبح لدينا في بداية القصة لبثوا، وفي نهايتها لبثوا. وفي فريقين يتنازعوا في عددهم قد ايه؟ صحيح. قمت بعد الكلمات من كلمة لبثوا الأولى إلى لبثوا الأخيرة، وكانت مفاجأة حبذا لو نعرض. لكي يكون كلامنا مناسب. واحدة بس، عايزين بالراحة. نعم، هو بطيء، هو الفيديو بطيء. بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أملا. كلمة لبثوا بالحق إنهم فكرة أمانة ضربوهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إثقالوا. نعم، كلمة لبثوا هنا أعطيناها الرقم 1. وبدأنا نعد، يعني أرجو أن نتابع الفيديو. نتابع بعد إذن. نعم، حتى نصل إلى لبثوا الأخيرة، كم تتخيل سيكون رقمها أستاذ سيد علي؟ 309. بارك الله بك. أنت بفطرتك النقية وبحسك الإيماني أدركت أنه لابد أن يكون هناك معجزة. امشي شويه بقى بسرعه، لو بتسرع شويه بقى عشان نشوف. وان الحد ان عدد اخر هذه كلمه في لبس الاخيره خالص يبقوا 309. والمفاجاه، انظر المفاجاه، لبثوا 309، انظر المفاجاه فوق باللون الازرق. كلمه 300 رقمها كم؟ يا 299. 300 و100 300. ايوه، يعني 300 يكون لدينا 300 كلمة، عند 300. ياه، 300 باللون الأزرق. طيب بالله عليك، هل يمكن لمحمد إيه عليه الصلاة إيه والسلام إيه أن وازدادوا 9 وبعدين لحد قل الله أعلم بما لبثوا 309؟ انتهت القصة هنا. له فقط غيب السماوات والأرض. فنحن بعد أن نشرت هذا البحث راسلني أحد الملحدين وقال والله أخاطبك وعيوني تدمع أن هذه المعجزة كانت سببا في رجوعي إلى طريق الحق. ملحد آخر اعترض على قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. سيدنا عيسى خلق بمعجزة كما تعلم، من غير أب. وسيدنا آدم أب ولا أم، دون أب ولا أم، إذن كلاهما خلق بمعجزة. الله تعالى ضرب هذا المثل في القرآن الكريم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. هذه الآية لفتت انتباهي وقلت لابد أن يكون فيها معجزة أيضا. ودائما نحن في عصر التكنولوجيا الرقمية اليوم والاتصالات الرقمية، إذن لدينا تماثل في الخلق بين آدم وعيسى عليهما السلام. فهل هناك تماثل في الأرقام؟ قمت بعد، تأمل معي، اسم آدم شوية، تكرار اسم آدم 20 مرة، 25 مرة، تكرار اسم عيسى 25 مرة. تمام، في القرآن، في القرآن كله. تكرار اسم سيدنا آدم 25 مرة واسم سيدنا عيسى 25 مرة، تماثل. نعم، هذا واحد. اثنين، اثنين يا جماعة، انظر لبعض. لا نفس اللوحة. انظر على اليمين، تكرار اسم آدم عليه السلام، الآية السابعة، حبذا لو يتم تكبيرها لو قليلا. نكبر بس يا جماعة ولا ما عندناش دي؟ طيب مش مشكلة. الآية السابعة هنا في ترتيب السور، تمام. ما هي؟ أرجو أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. هذه في تكرار كلمات آدم. طيب على اليسار، تكرار اسم عيسى عند الله، الله 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 الله، كمثل آدم. تأتي نفس الترتيب، مع العلم أن الآيات مختلفة. آيات التي ذكر فيها إيه آدم، إيه ده؟
هذا هو كتاب الله يا أستاذنا الكريم، هذا هو كتاب اللي الناس بتقرأه كده بلسانها فقط يعني بدون التدبر وبدون التذكر يعني. وعشان كده أنا بنصح ناس كثيرة جدا مع شهر رمضان الناس بتختم القرآن أكتر مرة. أرجوكم يا جماعة، في مصاحف كثيرة جدا فيها معاني الألفاظ لأنها بتزيد في مسألة التأمل والتذكر. صحيح صحيح. فضل فضل. الآن لماذا جاءت هذه الآية الرقم 7؟ هذا السؤال يطرحه أي إنسان، هل هي مصادفة أم هناك نظام؟ أرجو عرض اللوحة التالية فقط اللي بعديها جماعة لو سمحت، وأريدك أن تتأمل معي. عدد حروف مثل عيسى هو 7 أحرف، عدد حروف عند الله هو 7 أحرف، عدد حروف كمثل آدم هو 7 أحرف، عدد حروف ثم قال له هو 7 أحرف، عدد حروف كن فيكون هو 7 أحرف. والعبارة إن على اليمين بالأسود إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم كم كلمة؟ 7 كلمات. 7. ومجموع الآيات التي ذكر فيها اسم عيسى واسم آدم كم هي؟ 49 آية، يعني 7 في 7. 7 في 7. السماوات 7 والأرض 7 وعدد الأيام 7 وعظم الرقم وكل ذرة من ذرات الكون 7 طبقات. سبحان الله. إذا نحن الرقم 7 ده في القرآن ده رقم له أسرار عظيمة جدا. وأنا لدي موسوعة كبيرة عن الرقم 7. نعم، يعني لتاريخ ميلاده فيه 7 ده حاجة كويسة. أكيد إن شاء الله يعني. رقم مقدس كويس. نعم. الله. فالمهم أن هذه الروائع الرقمية والإيمانية تدعو الإنسان لكي يتأمل، هل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الزمن كان يجلس ويعد ويحصي الأرقام؟ ده الناس لسه مكتشفها دلوقتي بعد السوبر كمبيوتر وي 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 كده. أكيد أكيد. نحن نسهر ليالي ونجلس ونعد حتى نكتشف هذه الروائع. أثار مشكلة كبيرة جدا حول خلق الجنين، وربما سمعت بعض الملحدين في لقاءات. هل تعلم اليوم الذي يأخذ فيه الجنين صورته البشرية وهو في رحم أمه؟ إنه الليلة 42 من عمر الجنين يتشكل فتحات، تتشكل الأعين والأذن. هنا نرى جنينا عمره 41 يوم. هل ترى فيه أي علامات بشرية؟ لا طبعا لا يوجد، حتى إنه يشبه جنين القط وجنين الفار وجنين. نعم، انظر، هذا تقريبا عمره 41 يوما. الآن بعد اليوم 42 مباشرة يأخذ شكله البشري. انظر هنا أصبح عمره 44 يوم فقط، يعني بعد يومين أو 3. انظر الودن هي الوجه. وهذا موقع علمي يقول لك إن الجنين بعد 6 أسابيع 42 يوما كما ترى يأخذ شكله البشري وصورته البشرية وتتشكل فتحات الأذن. هذه صورة مقارنة نحن ما بين جنين على اليسار 41 يوم، وعلى اليمين كم؟ 44 يوم. انظر كم اختلف كثيرا. فيقولون إن نهاية الأسبوع 6 أي 42 يوما هذا اليوم الخلق يتشكل صورته وأذنيه. هل يمكن لإنسان عاقل أن يعتقد أن هناك بشر يستطيع أن يدرك هذه الحقيقة في القرن 7 الميلادي؟ بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح إذا مر بالنطفة 42 ليلة. دقق على الرقم 42. بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها. هل يوجد أعظم من هذا الخطاب النبوي؟ الآن أنت تعلم أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها كان باب 7 أبواب، هذا في سورة الحجر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الجنة لونها أسود، يقول أحمي على النار 1000 سنة حتى أحمرت ثم أوقد عليها 1000 سنة. نعم، نار جهنم حتى اسود بيضت ثم أحمي عليها 1000 سنة أو أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. إذن النار سوداء بينما الجنة يوم القيامة خضراء، يلبس ثياب خضر والفواكه والجنة. طيب، هل والجنة لها 8 أبواب؟ دعنا نتأمل هنا
ذكر اللون الأسود في القرآن كم مرة؟ أرجو أن تقرأ. ذكر اللون الأسود في القرآن 7 مرات بعدد أبواب النار، الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم ظل وجوههم مسودا وهو كظيم، وغرابيب سود وجوههم مسودة ظل وجوههم مسودا وهو كظيم. ذكر اللون الأسود في القرآن 7 مرات بعدد أبواب النار. الآن كم مرة ذكر اللون الأخضر؟ اللوحة التالية لنتأمل. 8 مرات. 8 مرات. فأخرجنا منه خضرا وصبا سنبلات خضر وصبا سنبلات خضر ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق فتصبح الأرض مخضرة جعل لكم من الشجر الأخضر نارا متكئين على زخرف خضر وعبقري وعبقري حسان. نعم. عليهم ثياب سندس خضر واستبرق. واستبرق. طيب. 8 مرات. الآن الجنة لها 8 أبواب وذكر اللون الأخضر 8 مرات بعدد أبواب الجنة في القرآن كله طبعا. والنار لها 7 أبواب وذكر اللون الأسود 7 مرات. 7 بعدد أبواب النار. طيب كلمة أبواب كم مرة ذكرت بالقرآن؟ 15 كده. ما شاء الله، كيف عرفت؟ لما 7 و8. نحن نتحدث هنا عن الألوان وليس عن الأبواب. كلمة أبواب ذكرت في القرآن ليس اللونين، اللون الأخضر 8 مرات بعدد أبواب الجنة. الجنة. و7 مرات اللون الأسود عدد. نعم. أبواب النار. نعم. نحن فلما يذكر أبواب في القرآن يبقى 15. اللون الأخضر 8. واللون الأسود 7. هنا لا يوجد أبواب. هل قرأت كلمة أبواب هنا؟ لا. أبواب آيات ثانية غير هذه. إذا قمت بعد كلمة أبواب في القرآن تجدها 15 مرة بعدد أبواب الجنة وأبواب النار. الآن لدينا حقيقة، كم عدد السماوات؟ 7. 7. هل تدري كم ذكرت عبارة السماوات 7 في القرآن؟ أنا أصلا يعني قريت قراءة. كيف تتنبأ يعني؟ لا كثير، مش 7، أكثر من 7. لا أنا أقصد السماوات 7 و7 سماوات. لا لا ما يبقى 7 أكيد. طيب هذه اللوحة. فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. سبح له السماوات 7 والأرض، قل من رب السماوات و7 سماوات والعرش العظيم. ظن 7 سماوات والله الذي خلق 7 سماوات الذي خلق 7 سماوات انطباقا ألم تروا كيف خلق الله؟ الله ما شاء الله. إذن السماوات، هل النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقول، طبعا لو كان بشرا عاديا لم يكن، كان يبقى في أي تناقض يعني أي حاجة، كانوا 8 6 بس لا ينطق عن الهوى وما هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. سأختم معك بلوحة جميلة جدا. فضل. الألوان. كم هي ألوان الطيف الضوئي؟ عدد 7. 7. كلمة ألوان كم مرة ذكرت في القرآن؟ 7. طيب تفضل. وما ذرأ لكم في الأرض مختلف ألوانها يخرج منها شراب مختلف ألوانه واختلاف ألبستكم وألوانكم فأخرجنا به ثمراتكم. 7. سبحانك يا رب. ألوان الطيف 7. الآن لو تصفحت على الإنترنت تجد أن العلماء في وكالة ناسا يقولون قاموا بأعظم عملية حاسوبية في التاريخ في القرن 21 لدراسة شكل توزع المجرات وشكل الكون لو نظرنا إليه من الخارج. ما هو شكل الكون؟ دعنا نرى ماذا وصل إليه العلماء. هذا هو الكون، هذا هو كوننا. بس دول برضو عاملين احيانا بشوف في الحاجات الغربيه خليه سرطانيه بيبقى مدينها نفس اللون البنفسجي. صحيح، لان الخالق واحد بالفعل. تصميم دماغ الانسان خلية. يشبه النسيج الكوني. ده الكون بمجراته بقى. كل نقطه مضيئه هي مجره. انظر في المركز، الاف المجرات في المركز. في المركز اللي هو فيه اضاءه كبيره. ده وكل مجره فيها اكثر من 100,000,000,000 نجم. النقطة الصغيرة هنا يعني دي فيها 100,000 نجم. كل نقطة. وهنا يوجد ملايين المجرات كما ترى تصطف على خيوط تشبه النسيج. أنت قلت الآن نسيج. يعني أنا أقول هل يمكن لإنسان عاقل أن يقول إن ما وصل إليه علماء وكالة ناسا اليوم في القرن 21 بالتصوير الحاجات السوبر كمبيوتر وغير ذلك
القرآن العظيم يقول والسماء ذات الحبك. إنكم لفي قول مختلف، يخاطب المشككين يقول كلامكم غير صحيح، مختلف، متناقض. يا من تنكرون الخالق عز وجل، هذه السماء ذات حبك أي ذات نسيج محكم، من الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا النسيج؟ يعني التطابق يا دكتور، ما هو الناس هتتجنن. شوف انت بتقول ايه، وشوف العظمة، وشوف العلم، وشوف الخلق، وشوف المنطق، وشوف الإبداع، وشوف التقدم من القرن السابع الميلادي. مش ده كان يخلينا سادة الدنيا في العلم والعالم كله يستفيد من علمنا؟